طيب أنا رح أبتدي بالاجتماع بصفتي صاحبة أكبر أسهم وإلي الأولوية بالشركة. نعم تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاحي. اليوم كأنك أحسن من امبارح بكتير. عن جد امبارح كنت مو منيح أبدا. واليوم جاي تشوفيني إذا منيح ولا لا؟ مو معقول قديش دمك خفيف سهيل بيك. يعني أنت من الأشخاص الزراف كتير. أنا حسيت بشعورك امبارح، لأنه لما بتكون مقهور وبتشرب بدون وعي بس لتنسى تتدمر، وأنا جربت هالشي. لما فات علي على السجن بقيت لحالي وضعت وانقهرت، وسنين مرقت علي بصعوبة وأنا بلا شغل وبلا مصاري، وهلأ كمان هيك. طيب أنت ليش عم تشكي لي إلي أنا؟ لأنك ممكن تتفهم وضعي كتير منيح. يعني بدي إياك تساعدني. يعني بدك أعطيكي مصاري؟ لا أنا ماني هيك. ليك كنت موظفة وماسكة حسابات كبيرة بالبنك، يعني ممكن توظفني عندك وبوعدك اشتغل منيح لو سمحت. لو سمحت اعطيني فرصة اشتغل، انا بحاجة شغل. لو سمحت. جاوبني يعني. بصراحة ما في مجال وصفك عندي ولا بمكان تابع لشركتي. قلت لك أنا بيشتغل بالبنك وبفهم بحسابات وهاي الأمور، وافق ما رح تندم. أنت شغلني وبتشوف كيف شغلي. مستحيل. ليش؟ شو السبب؟ لأنه أنا ما فيني أوثق فيكي. لأنه حضرتك شافني بعيون الناس اللي بيكرهني أنا، يعني المرأة الغريبة يلي سرقت زوج جميلة وقدرت تدمر عيلته كمان. أكيد أنت مقدر ظرفي أنا سهيل بيك، لأنك واعي كتير، هاد واضح. أنا ماني واعي ولا شي بالمرة. يمكن بس أنا إيه. بس شو؟ مانو مهم ولا شي. تنس وعيس. صرتي بتعرفي بكلامنا أكثر منا. بس أنت ما حاولت تعرفني منيح ولا بدك.
انت بيشوفني مو منيحة، بس بالحقيقة انا منيحة. ما حدا بيعرف حقيقة حدا، بس يمكن الشي اللي منشوفه بعيوننا منقدر نقول عنه حقيقة. لهيك حقيقة حضرتك على حسب ما فهمت لهلا ما بتخليني شوفك ست منيحة بنوب. لا، انت ما بيعرفني، انت بس بيعرف اللي نحكي عليه. شوف، انا جيت لعندك وطلبت شغل منك بس كرمال طعمي ابني، بس انت تعرف وضعي منيح وشرحت لك كل شي عنا وما قبلت توظفني بنوب، وهي هي الحقيقة اللي عرفتها عنا. بظن هيك فيك تدبري أمورك لفترة منيحة. ما بقبل. أنا قلت لك صدقة ما بده. شو كان بدها هالكلبة منك؟ شو جابك لهون؟ ليش اجت هالكلبة الحقيرة لعندك وشو بدها منك؟ فهمني. لك عم بسألك شو كانت عم تعمل هالكلبة عندك؟ شو ابني بقى؟ بدها وظفها عندي. يعني هالحقيرة اجت بس مشان الشغل؟ ايه، لأنه بكل البلد ما صفي شغل غير عندك؟ فيك تهدي شوي حتى نحكي؟ ايه، وشو عملت؟ رضيت تشغل هالمسكينة عندك؟ إيلين، أنا ماني مضطر أخذ إذنك بأي شيء. لا يا أستاذ، بهيك شغلات مجبور تأخذ رأيي، لأنه إذا بتشغل هاي الحياة عندك ولا بتعطيها وش تروح وتجي لعندك؟ شو بتعملي؟ أه؟ إذا أنا رضيت شغلها شو بتعملي؟ رح تترك البيت؟ حتى إذا رحتي شو بده يصير يعني؟ يعني بدك يعني أترك البيت صح؟ هيك لك أنا تساويت هيك كرمال انقلع. أصلاً أنا كنت جاي لهون لقلك إني رجعت لبيت أمي. أنا آسف. أنا عقلي ومشاعري ملخبطة كتير، وما رح أرتاح لحتى لاقي مراد بخير. وإذا مراد ما التقى، ما بعرف كيف رح أتعامل معك وقتها. معناتها رجعتي لعند أمي أحسن إلي وإلك. نحن الاثنين مخربطين وصار ضروري إنه نريح راسنا شوي. بشوفك. وظفت كارولين؟
لا ما رضيت، بس عرضت عليها مصاري لساعدها وما قبلت لأنه اعتبرتهم صدقة مني. معناتها عم تخطط لشيء أكبر.